لا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون قيام دولة فلسطينية. ولن تتوقف المملكة عن عملها الدؤوب في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ونؤكد أن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك. تصريح لا يحتاج تأويلاً ولا توضيحاً، لن يتم كذا إلا بتوفر كذا. هذا الخطاب السعودي طرح في أكثر من مناسبة حقيقة، مثلاً في أبريل من هذه السنة. لكي نتمكن من الحديث عن طريق مستدام نحو الاستقرار والأمن بما في ذلك بالنسبة لإسرائيل، علينا أن نتحدث عن وضع فلسطيني يكون فيه للفلسطينيين أمل، والطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك من خلال تقرير المصير عبر مسار موثوق به لإقامة الدولة الفلسطينية. وكذلك في مايو من نفس هذه السنة. السبيل الوحيد للمضي قدما هو الطريق إلى السلام، والطريق إلى السلام يمر عبر حل الدولتين من خلال دولة فلسطين التي تعيش في سلام ووئام مع جميع جيرانها بما في ذلك إسرائيل. ولكن بالأمس أتى من ولي العهد السعودي نفسه، والذي طرح المعادلة بشكل واضح وصريح، وسؤاله الرئيسي: كيف سيتم تحقيق مبدأ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية ونتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي يرفض ذلك؟ نعارض قرار الأمم المتحدة بشأن المضي في الاعتراف بدولة فلسطينية. لن نكافئ مذبحة 7 أكتوبر التي يؤيدها 80% من الفلسطينيين في غزة أو في الضفة. لن نسمح لهم بإقامة دولة إرهابية يمكنهم من خلالها مهاجمتنا بقوة. نتنياهو مشاهدين أكد لأكثر من مرة رفضه إقامة دولة فلسطينية، رغم أن المسار في المنطقة مسار محاولة تحقيق السلام بدأ العمل به منذ 2020، حينما اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقات أبراهام، وفعلا بدأت بعض الدول في الانخراط في مسار التطبيع إلى أن جاءت الحرب في غزة، وانطلق معها العنان للقتل والاستيطان والتمدد والانتهاكات الإسرائيلية وتجاهل القانون الدولي والإنساني والجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني. ونجدد رفض المملكة وإدانتها شديد لجرائم السلطة الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني متجاهل القانون الدولي والإنساني في فصل جديد ومرير من المعاناة. الوضع حساس والتصريح تاريخي والمستقبل مجهول. إقامة دولة فلسطينية، كيف السبيل إلى ذلك؟ نحييكم إلى ساعة حوار. مشاهدينا، نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا الكرام: الأستاذ عمر طهبوب الكاتب الصحفي، الأستاذ حسن المصطفى الكاتب والباحث، الأستاذ خير الله الكاتب الصحفي، والدكتور رضوان السيد الكاتب والمفكر. ضيوفي الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى مناقشة ما اعتبره البعض أو ما وصفه البعض بالتصريح الصريح الواضح بعد جملة تصريحات من مسؤولين سعوديين. بالأمس ولي العهد السعودي قال بأنه لن يتم كذا إلا إذا تحقق كذا، لن نعيد العلاقات مع إسرائيل إلا إذا تحقق مبدأ الدولة الفلسطينية، وسنعيد متابعة مقاله بالتحديد. تتصدر القضية الفلسطينية اهتمام بلادكم، ونجدد رفض المملكة وإدانتها شديد لجرائم السلطة الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني متجاهل القانون الدولي والإنساني في فصل جديد ومرير من المعاناة.
ولن تتوقف المملكة عن عملها الدؤوب في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ونؤكد أن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك. ونتوجه بالشكر إلى الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية تجسيدا للشرعية الدولية، ونحث باقي الدول على القيام بخطوات مماثلة. ولكن سؤال الرئيسي، كيف سيتم تحقيق ذلك في هذه الظروف الحساسة وهذه الظروف المتشابكة اليوم؟ اسمحوا لي أن أبدأ مع الأستاذ عمر. أستاذ عمر، كونك فلسطيني وعشت مختلف مراحل الاحتلال، الاستيطان، التمدد إلى آخره، الاعتقالات إلى آخره، ما الذي يمكن أن يمثله هكذا تصريح في هذه المرحلة بالتحديد؟ يعني أعتقد أنه هذا التصريح من سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جاء في الوقت المناسب بعدما اشتدت الحملة واشتد الصراع والحرب الشعواء اللي سلطت على الشعب الفلسطيني خلال الفترة الماضية، واستهتار بالقيم والأعراف الدولية. الاستيطان يبتلع الضفة الغربية رويدا رويدا، هجمات المستوطنين اليومية، يعني الاعتقالات بشكل رهيب يوميا، بصير المداهمات في كل القرى والمخيمات الفلسطينية. الشعب الفلسطيني يعيش الآن أسوأ حالاته، سواء في غزة ومعروف التدمير والقتل اليومي، وسواء إذا انتقلنا إلى الضفة الغربية والآن العين على الضفة الغربية. أنا كنت أقول دائما، مش أنا يعني، طبعا معظم المحللين والخبراء كانوا دائما يقولون أن الحرب في غزة لكن العين على الضفة الغربية، وهذا ما ثبت خلال الفترة الماضية. يعني فقط مجرد يعني إسرائيل تبحث عن أعذار واهية لافتعال مشكلة، لافتعال أي قضية، لافتعال أي منفس إلها لكي تمارس العربدة على أصولها. ولكن حضرتك فلسطيني، تعتقد بأن إقامة دولة فلسطينية قابلة للتحقيق، أو على الأقل يمكن أن تمثل هكذا تصريحات خطوة أولى نحو تحقيقه؟ خطوة مهمة، ويجب أن يعني يجب أن تطبق في أسرع وقت ممكن. هذا هو السؤال. في كل يوم، كل يوم يعني تفتك إسرائيل بالضفة الغربية بشكل أكبر وتؤكل غيلة وتضيع الأرض نعاسا، يعني في غفلة من الأمر. دكتور رضوان، هذا الموقف السعودي هو موقف قديم. صحيح. قديم جدا، بمعنى أنه أول من حاول ذلك أثناء الحرب الإسرائيلية على لبنان 82 عندما جاءت مبادرة الملك فهد، ثم جاءت في عام 2002 مبادرة ولي العهد آنذاك الملك عبد الله في الأرض مقابل السلام. وليس هذا أول تصريح واضح لولي العهد السعودي. في المؤتمر العربي الإسلامي في الأسبوع الثاني على بدء الحرب على غزة، في المؤتمر الضخم الذي أقامته المملكة العربية السعودية، قال ولي العهد هذا الكلام، إنه كيف نقيم علاقات مع إسرائيل وهي تمارس هذا العدوان الكبير، والشعب الفلسطيني له حق تقرير المرة المصير. هذه ربما تختلف وهذا دكتور رضوان في القول بأنه لن لا، لماذا دخل؟ لأنه كل الوقت يتحدث الأمريكيون ويتحدث الآخرون أن هناك مفاوضات من جانب أمريكا مع السعودية على أنها جزء، العلاقة مع إسرائيل أنها جزء من الاتفاق الاستراتيجي الذي يمكن أن يتم مع الولايات المتحدة مثلما حدث مع الدول العربية الأخرى. ولي العهد قال يعني ردا على كل هذه الشائعات وردا على من يقول إنها جزء من الاتفاق الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، إنه ما لم تقم دولة فلسطينية فليست هناك علاقات ولا يمكن أن تكون هناك علاقات مع إسرائيل، وقدم لذلك بالفضائع التي يرتكبها المحتلون الآن بحق الشعب في غزة وبحق الناس في الضفة الغربية. هذا أمر مهم جدا، وبخاصة أنه في العاشر من هذا الشهر اجتمع وزراء الخارجية، ولأول العرب ولأول مرة بيكون 21 وزير وأكدوا على هذا الموقف، وهناك موقف أوروبي وكلام
لا نعرف إذا كان يصل إلى حد الموقف من الولايات المتحدة على أن الدولة الفلسطينية أولوية ومطلوب من العرب وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية لأنها رأس الدول العربية، يعني أن ليس كما قلت أنت أن يستعيدوا العلاقات مع إسرائيل، المملكة ما كان عندها علاقات مع إسرائيل، أن يستعيدوا الزمام في القضية الفلسطينية وأن لا تبقى بأيدي التنظيمات ولا بأيدي دول أخرى، لأنه ثبت أن هذا الملف أساسه عربي وله امتدادات طبعا صحيح. إسلامية وإقليمية، ولذلك نعم هذا الكلام مهم وهو يدل على عزيمة عربية تتقدم فيها السعودية لهذا الأمر لإنشاء دولة فلسطينية مهما بلغت الصعوبات. هو فعلا لم تكن هناك علاقات، ولكن كان مقصود به هو كان مسار، كان هناك مسار حقيقي وكان هناك توجه حقيقي من مختلف دول المنطقة وبمن فيها السعودية بأنه سننخرط في مسار يحقق السلام في المنطقة، وهذا ليس سرا على أحد. وبالتالي وكأن المملكة العربية السعودية تقول بأن السعودية تقول بأنه لن نتابع هذا المسار لوصول أو لتحقيق علاقات دبلوماسية إلا بإقامة دولة. فأستاذ خير الله، هل هذا ممكن؟ أنا من هذه وجهة نظر هذه، ولكن جاء كلام الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي اللي يضع بعض النقاط على الحروف في مرحلة يعني عمليا أشبهها مرحلة في غاية الصعوبة وغاية التعقيدات. يعني الأساس في هذه المرحلة أن ليس في الإمكان التوصل إلى سلام واستقرار في المنطقة من دون قيام دولة فلسطينية. ماذا يعني ذلك على الصعيد العملي؟ على الصعيد العملي لا مجال حاليا لإقامة مثل هذه الدولة، بما أن هناك يعني اليمين الإسرائيلي هو الذي يحكم بإسرائيل، والهدف الأول لليمين الإسرائيلي هو منع قيام دولة فلسطينية. كما شاهد نتنياهو يتحدث عن خطورة الدولة الفلسطينية، وأن يعني أكيد اللي عملوه حماس بغزة لا يساعد على ذلك، هو يخدم المشروع اليمين الإسرائيلي، وهذا يفسر ذلك التواطؤ المستمر منذ سنوات طويلة بين حماس واليمين الإسرائيلي. ولكن كان لابد من وضع النقاط على الحروف والقول أن هذه المنطقة يجب ألا تترك للمتطرفين، لا المتطرفين في الجانب الإسرائيلي ولا المتطرفين في الجانب الفلسطيني. الحاجة حاليا إلى مرحلة مقبلة يكون فيها مكان للسياسة وليس الكلام الكبير الذي لا معنى له والشعارات والاستمرار الحروب. خطورة ما يحدث حاليا هي أن إسرائيل تخوض حروبا وليس لديها سياسة. ماذا تريد من هذه الحروب؟ إلى أين ستقود هذه الحروب؟ جاء كلام الأمير محمد بن سلمان يقول لا، هناك مكان للسياسة وهناك مسؤولون عرب كثيرون تحدث عن هناك دائما الخطاب الرسمي الأردني الذي يتحدث عن ضرورة الدولة الفلسطينية. هناك كلام أخيرا للشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي تحدث عن مستقبل غزة لا يمكن فصله عن دولة فلسطينية. يعني هذه من شروط الاستقرار في المنطقة. شروط الاستقرار في المنطقة تفرض أول ما تفرض هي وضع المتطرفين جانبا. هل هذا ممكن أم لا؟ هذا السؤال كبير. هذا سؤال كبير، ولكن اسمح لي كذلك أن أنقل لك، البعض سيقول بأنه ذكرت الأردن وذكرت الإمارات العربية المتحدة، البعض سيقول بأنه هاتان دولتان طبعتا أو كانت هناك اتفاقية سلام بينهما وبين إسرائيل ومصر أيضا، ومصر أيضا ومختلف الدول، ولكن السعودية ليس لها ولم السعودية كانت في هذا المسار، كانت ولها سبب قلت أنا كانت هذا المسار لم تكن مرحبا وليس هناك تبادل. كان حديثا كانت مفاوضات سرية وكانت تطلع شائعات أنهم في هذا لا المسار، لا ما في واقع لا أعرف، فنحن لا نعرف. الذي نعرفه أن السعودية دائما حتى في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة أولا كانت لا تريد أن تجعل مسألة فلسطين ضمن الاتفاق الاستراتيجي، من جهة أخرى
كانت تقول دائما بالدولة الفلسطينية. يعني لا نعرف أن السعودية قالت مرة أنه نعمل سلاما مع إسرائيل بدون دولة حتى عام 2002 في مبادرة ولي العهد وقتها السعودي عبد الله ابن عبد العزيز. لا أعرف، أنا مختلف. هو لماذا توقفت عند ولكن لماذا توقفت عند هذه النقطة؟ لأن البعض يقول بأن المملكة العربية السعودية قد تكون الدولة الوحيدة التي لازالت قادرة أن تملك حق الضغط، بمعنى أنه هي لم تحقق اتفاقية، فهي الدولة الوحيدة التي يمكن أن تقف أمام فرض شيء مقابل شيء. ما رأيك أستاذ حسن؟ لا ننسى أن المملكة العربية السعودية تضم الحرمين الشريفين مكة والمدينة، وبالتالي هي زعيمة العالم الإسلامي، هذا أولا. الأمر الآخر، المملكة العربية السعودية دولة لها ثقلها الاقتصادي وثقلها السياسي وثقلها الثقافي وعلى أكثر من مستوى في المنطقة، وأي علاقات بينها وبين إسرائيل لا يمكن أن تكون علاقات مجانية أو علاقات دون مقابل. المسار الذي دائما ما طرحته المملكة العربية السعودية هو مسار من أجل إقامة دولة فلسطينية، وهذا المسار ليس حديث من الآن. ما هو حديث أنه في الخطاب الملكي، وهذا ديدن الخطابات الملكية دائما منذ عهد المؤسس وحتى الآن، في الخطاب الملكي الأخير الذي ألقاه سمو ولي العهد، ولنلاحظ شيء أن هذا الخطاب ألقاه بالنيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولذلك رمزية كبيرة في هذا الخطاب الملكي، كان لأسميه فصل الخطاب، بمعنى أن ما تم ترويجه في بعض وسائل التواصل الاجتماعي أو بعض القنوات التي دائما تشن حملات سلبية ضد المملكة العربية السعودية منذ 7 أكتوبر وحتى الآن، وتصفها بأنها متخاذلة وأنها متواطئة وأنها فرطت في حقوق الشعب الفلسطيني، وهذا الكلام كله زور وبهتان، جاء هذا الخطاب لكي يضع النقاط على الحروف ويقول أن هذا الكلام لا أساس له، وأن أي عملية سلام لن تتم إلا بشرط أساسي، وهو وجود دولة فلسطينية. ماذا يعني هذا الشرط؟ يعني هذا الشرط أن المملكة العربية السعودية وضعت المصلحة القومية العربية والمصلحة الفلسطينية صوب عينها، وأنها لم تفرط في هذا الحق ولم تمارس دورا انعزاليا أو انكفائيا، بل تحملت المسؤولية دون أن يعني ذلك أنها فرطت في مصالحها أو فرطت في حقوقها. ولكن المملكة تعي، وأنا لست متحدثا باسم الحكومة السعودية، ما أفهمه من السياسة الخارجية السعودية أن الأمن الإقليمي والأمن في فلسطين هو جزء من الأمن الوطني السعودي، هذا أولا. أريد أن أعود للتاريخ قليلا وأسرد قصة سريعة نستطيع أن نستشف منها هذا العمق السعودي. في الوثائق السرية التي كشفت عنها وزارة الخارجية الأمريكية، كانت هنالك برقية من السفارة الأمريكية في الرياض عن لقاء تم ما بين الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله وهنري كيسنجر. سأله هنري كيسنجر حينها: ما الذي تريده لكي يتحلحل الموضوع ونستطيع أن نصل إلى تسوية ما؟ قال: أرجع القدس. لم يقل نريد مصالح للمملكة العربية السعودية، لم يقل نريد مالا، قال: أعيد القدس. هذه هي المملكة العربية السعودية، وما قاله سمو ولي العهد هو ذات الشيء. قال: لن تكون هنالك أي علاقات إلا بوجود دولة فلسطينية. هذا ليس موقف سياسي فقط، هذا موقف أخلاقي، موقف قيمي، موقف إنساني، موقف يعيد للعرب نوع من الروح ومن العزة ومن الكرامة التي افتقدوها للأسف في جزء كبير منها في هذا الزمن. ولكن طرح كذلك بطريقة سياسية، طرح بملف مقابل ملف، وذكر الأمور وسمى الأمور بمسمياتها. خلينا نشوف تصريحات كذلك فيما يخص الانتهاكات، هو تحدث كذلك حتى على الانتهاكات، تحدث في خطابه بالأمس عن الاحتلال، سلطة الاحتلال، بالضبط سلطة الاحتلال، تحدث عن خرق إسرائيل للقانون الدولي الإنساني. نستذكر هذا التصريح ونعود. ونجدد رفض المملكة وإدانتها شديدة جرائم السلطة الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، متجاهل القانون الدولي والإنساني في فصل جديد ومرير من المعاناة. طيب، حتى لا يقال بأننا على قناة سعودية ونتحدث عن هذه التصريحات في توجه معين، اسمحوا لي أن أطرح السؤال الصعب قد يقول البعض. هذا الكلام جميل، ممتاز، الشعوب
العربية حلمها الأساسي هو إقامة دولة فلسطينية، وتابعنا المظاهرات وتابعنا كل ما حدث من احتجاجات. يبقى السؤال كيف سيتم ذلك؟ هل هو سهل المنال أو هناك تحضير؟ كيف في هذه الفترة الحساسة ونتنياهو رافض وتحدث في أكثر من مرة أن يطرح مثل هكذا موضوع؟ والسؤال مفتوح للجميع في الواقع. حاليا نتنياهو لا صوت يعلو فوق صوت نتنياهو في إسرائيل. طالما لديه 65 صوتا في الكنيست، لا أعتقد أن هناك من يستطيع منافسة نتنياهو. هناك الطرف ولكن الآخر. ولكن ولكن في المدى الطويل هذه السياسة كما سبق وقلت قبل لا يمكن أن تستمر، لأنها ليست مبنية على أي واقع عملي. ماذا تستطيع أن تفعل إسرائيل بحوالي 8 ملايين فلسطيني هؤلاء موجودون بين البحر والنهر؟ يعني عندك 2.5 مليون في غزة، وعندك 2.2 مليون بإسرائيل نفسها بيسمى عرب فلسطين، يعني الخط الأخضر، وعندك حوالي 3 ملايين في الضفة الغربية. ماذا تستطيع أن تفعل بهؤلاء؟ مشكلة نتنياهو أنه لا يستطيع أن يمتلك سياسة قابلة للحياة، وهذا يجعل إسرائيل حاليا تنتقل من حرب إلى أخرى. وهناك للأسف الشديد أيضا جانب عند الفلسطينيين يريد، مدعوم من إيران بطريقة أو بأخرى، لنقل الأشياء، نسمي الأشياء بأسمائها، أيضا لا يريد استقرارا في المنطقة. يعني المنطقة لا يمكن بحسب بعض القراءات، هذا وضع لا يمكن يستمر. ولكن اسمح لي، بحسب بعض القراءات لا يود استقرار في المنطقة، بحسب قراءات أخرى هم يتحدثون بمنطق المقاومة ومقتنعون بأنه قد يكونوا مقتنعين أو لا، ولكن الاحتلال. أي غزة لم تكن محتلة، إسرائيل انسحبت من غزة كليا. ولكن هم لم يدافعوا عن غزة هي فقط، كما سبق وقال الأستاذ، هي العين على الضفة الغربية. ولكن أستاذ خير الله، وليست هناك سياسة إسرائيلية، ولكن لم يدافعوا عن غزة، هم فتحوا جبهة حرب جديدة للدفاع عن المسجد الأقصى وسموه طوفان الأقصى. يعني كل العالم الآن خارج إسرائيل وجزء من الرأي العام الإسرائيلي أن هذه المشكلة كما استمرت قرابة 100 عام ستستمر يمكن 100 عام أخرى. في الواقع الفلسطيني الذي تحدث عنه الأستاذ خير الله، وفي الرأي في قرارات الأمم المتحدة، في الرأي العام الدولي، في الولايات المتحدة، القوى العظمى المقتنعة أنه بدون الدولة الفلسطينية لا يكون هناك استقرار، في الرأي في دول الاتحاد الأوروبي، وفي القناعة الأوروبية والأمريكية والعالمية أن العرب دعاة سلام ودعاة استقرار، ومن مصلحتهم كما من مصلحة الإسرائيليين الاستقرار والاستمرار بطريقة حضارية ومحترمة. ولكن وهذا لا يتم إن لم يأخذ الشعب الفلسطيني حقوقه. فالحقيقة كما قال خير الله أن الدولة، أن ولي العهد السعودي يتحدث حديثا سياسيا، يقول إذا أردتم الاستقرار وأردتم السلام وأردتم ملف مقابل ملف، فلا بد مشروع سياسي، أن هذا مشروع سياسي وليس مشروعا قتاليا ولا حربيا. ولكن لما تقول دكتور بأن إسرائيل هي كذلك تطمح للسلام، ليست إسرائيل، قلت جزء من الرأي العام الإسرائيلي، مش لم مؤثر، يعد جزء، لم يعد كبير. مؤثر، لم يعد كبيرا، ولم يعد قادر أن يفرز بسبب هجمة غزة، والله كان كبيرا. خليني حتى قبل هجمة غزة، لم تكن هناك نوايا إسرائيلية مثلا تجاه الضفة الغربية بتحقيق أو بالالتزام بأوسلو مثلا. الاستيطان لم يبدأ بعد 7 أكتوبر، خلينا نكون واقعين وموضوعيين. الاستيطان نهش كان مثل ما كانوا يريدون أكل غزة، كانوا يريدون أكل الضفة الغربية وكذا. هلا نخليهم الضفة الغربية، ما نخليهم عم أقول ما كانت إسرائيل
في الشهور الأولى على الأقل حظيت بهذا الدعم والتأييد الدولي لولا الإسرائيليون الذين قتلوا والذين أسروا لولا طوفان الأقصى ولكن قد يقول بعض بأن المشكلة لم تبدأ من طوفان الأقصى طبعاً بدأت لم تبدأ من قبل طوفان الأقصى في هناك قناعة دولية أخرى واستغلتها إيران وتركيا وكل تاني قناعة أخرى منذ العام 2001 أن العرب ينبغي أن يخرجوا من كل الملفات ونهتم بسبب قصة التطرف وقصة كذا فالآن العالم كله مقتنع أنه بدون دور عربي سياسي وبناء ويقوم على تبادل المصالح وخصوصا أنهم أصحاب المشروع الأصري الأرض مقابل السلام بالإضافة إلى قرارات الأمم المتحدة فنعم هناك صعوبات كبرى بسبب الموقف الإسرائيلي المتصلب لكن هناك موقف دولي موحد حتى الصين وروسيا المختلفين مع الغرب اختلافا شديدا تفضل أستاذ عمر لا تفضل أعتقد أنه إشارة سمو الأمير محمد بن سلمان توجيه الشكر إلى الدول التي اعترفت وتشجيعه هذه نقطة مهمة جدا على فكرة إذن هو شعر أن هناك مدا دوليا واعترافا بالقضية الفلسطينية وبضرورة إقامة الدولة الفلسطينية أستاذ خير الله تحدث عن الأسبوع الماضي أيضا قضية اشتراطات أو تصريح الشيخ عبد الله بن زايد في الإمارات أيضا ربط اليوم التالي قضية الاشتراك في اليوم التالي أو الانخراط في عملية اليوم التالي لغزة للحرب لإنهاء الحرب أنه لن تشارك الإمارات إلا إذا تم الإعلان عن قيام دولة فلسطينية فبالتالي الجو الآن مهيأ دوليا وفلسطينيا أكثر من أكثر من أي مكان ولكن العالم. ليس مهيأ إسرائيليا أنا أريد أن أذهب إلى جوهر هذا الموضوع إلى عقدة هذا الموضوع بمعنى أنه الكل يقول بأنه كانت هناك نوايا عربية فعلية بمحاولة الاندماج ودخول مسار سلام معين بهذه الاتفاقيات جمعت الولايات المتحدة الأمريكية في عهد ترامب وأجلست القيادات وكان هناك مسار للتفاوض على الأقل ولكن من خذل الجميع حتى بعد هذه الاتفاقيات وقبل 7 أكتوبر لا ننسى نتنياهو لا ننسى شيء ولا لا؟ أن نتنياهو أو اليمين الإسرائيلي المتطرف هؤلاء اليوم في السلطة غدا لن يكونوا في السلطة قد يكون الرأي العام الإسرائيلي الآن في معظمه الغالب ضد اتفاقيات السلام وضد حل الدولتين ولكن مع تطور المعطيات قد يتغير هذا الرأي العام لا يجب أن نعول على ما هو حاصل حاليا يجب أن يكون لدينا بعد نظر ما طرحه سمو ولي العهد هي خطة للمستقبل خطة يجب أن تكون لها ديمومة يجب أن تكون لها استمرارية لذلك نلحظ أنه من 7 أكتوبر وحتى الآن تنشط وزارة الخارجية السعودية ومعها الرباعية العربية في زيارات مكوكية إلى العواصم الرئيسية حول العالم من أجل إقناع هذه الدول وحصلت هذه النتيجة كما أشار الأستاذ عمر وشكر سمو ولي العهد لهذه الدول في تشجيع لها على استمرار هذا المسار التغريدة التي نشرها الشيخ عبد الله بن زايد وكان فيها صريحا جدا وأشار إلى أن الإمارات لن تشارك في أي عملية تتعلق باليوم التالي إلا إذا تحقق مسار واضح للسلام ويؤدي إلى إعطاء الفلسطينيين حقوقهم هذه الآراء مجتمعة وهذه الجهود مجتمعة التي تقوم بها السعودية والإمارات والأردن ومصر والتفاوض الذي تنشط فيه قطر وعلى اتصال بالولايات المتحدة الأمريكية والأوروبيين جميع هذه الجهود سوف تنتج في النهاية حلا لا بد أن يكون هنالك حل والحل كما تفضل الأستاذ خير الله حل سياسي وليس حل أمني أو عسكري هناك عقد ناقصة حاليا حلقة ناقصة في وسط هذه الآية التعقد أنا هي حلقات هي عقدة أفضل. هي حلقة معقدة أكثر من حلقة هي حلقات ناقصة أكثر من عقد أهم حلقة ناقصة هي الدور القيادي الأمريكي في المنطقة صحيح إذا منلاحظ حاليا هو هناك بالفعل يعني إدارة أمريكية المسؤولون فيها كبار المسؤولين كأنهم يعملون ما زالوا يعملون في مراكز think tanks مراكز تخطيط أو وليسوا مسؤولين أمريكيين وهناك انفلات إسرائيلي يعبر عنه
هذه تعبر عنه هذه العنجهية التي يستخدمها بنيامين نتنياهو وليس نتنياهو وحده، اليمين الإسرائيلي كله. هناك تضامن بين كل الأحزاب الإسرائيلية لأن هذه الأحزاب تعرف أن سقوط نتنياهو يعني سقوط كل هذه الأحزاب وأن عليها دخول انتخابات جديدة. ولكن أنا أريد ملاحظة صغيرة حالياً. بالنسبة إلى غزة وطريقة التعاطي مع الفلسطينيين، هناك خلافات عميقة في داخل إسرائيل. أفضل ما يعبر عنها هي تلك التظاهرات الأسبوعية تقريبا ضد نتنياهو، وهي تظاهرات حقيقية، ولكن هناك نوع من الإجماع الإسرائيلي على كافية التعاطي مع الموضوع اللبناني. علينا هذه خطرة، هذه مهمة أستاذي، علينا أن لا ننسى أنه قضية المظاهرات يعني لم تعد مؤثرة أو لم تشكل بعبع، بس لكنها موجودة. لا خلينا نكون صريحين، لم تعد تشكل بعبع يخيف نتنياهو مثلا. صحيح. يعني اللي لأول مرة تستخدم صهاريج المياه عفوا المجاري في مواجهة العائلات الأسرى ودون خجل ودون خوف، تمام. بينما مقارنة بين المظاهرات التي كانت تخرج أيام شاليط، واحد فقط يعني جندي واحد أسير، كانت كتير تخيف الحكومة الإسرائيلية. الآن كل هذه الأعداد من الأسرى وعائلاتهم التي نزلت إلى الشوارع لم تعد تخيفهم، واستخدم معهم نفس السلاح الذي يواجه به الفلسطينيين في القدس. يعني هذه سلط عليهم مياه المجاري. طيب. شيء مخيف. طيب. لم يعد يعني يتأثر. لم يعد يتأثر. أنا أيضا بدي فيه بس نقطة واحدة. فضل. ممكن. فضل. هي الآن قضية أول اجتماع أنا أعتقد يمكن أنجح مؤتمرات الوزراء الخارجية العرب في جامعة الدول العربية للأيام، خصص فقط لمناقشة القضية الفلسطينية ولوضع إقامة ولتفعيل قضية حل الدولتين، الدولة الفلسطينية. هذا التحالف العربي وهذه التصريحات وهذه إذا جمعتيها بأكثر من مكان، تصريح الأمير سلمان أمس ولي العهد، تصريح الشيخ عبد الله بن زايد، اجتماع جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط لأول مرة باجتماع يعني يرفض مناقشة أي جدول على جدول أعمال أي شيء خارج القضية الفلسطينية وخارج إقامة التصريح. ولكن هذا يحيلنا كذلك لما ناقشناه دكتور رضوان لو تتذكر آخر مرة لما طرحنا دور الجامعة العربية، وقلت حضرتك بأن الجامعة العربية لم تعد قادرة على التحرك بطريقة جماعية، ولكن الدول أصبحت أقوى، بمعنى أن الدول فرادة قادرة أن تضغط بعض الملفات للوصول لمبتغاها. وقتها قلت مظبوط، هناك عجز ليس بسبب الانقسام العربي فقط، وأنه يمكن لأنه كانوا زملاء عم يطرحوا التحالف الشرق أوسطي، عايزين الإيران وإسرائيل وتركيا والعرب، وقال أنه بيزعلوا إذا اجتمعوا العرب. فكنت أرى أنا أنه المصلحة الملحاحة ستجمع العرب وستقوي الجامعة العربية التي تبدو عاجزة في السنوات الأخيرة. الآن أنا رأيي هناك نوع من الاجتماع ومن الإجماع العربي يدعمه إجماع دولي أوروبي أمريكي روسي صيني وقرارات الأمم المتحدة، والعرب يملكون هذه الفكرة السياسية عم بيقولوا كذا مقابل كذا. ولذلك نعم هناك العقبة الإسرائيلية لأنه لا يمكن أن يكون في أي مصالحة إلا طرفين، لا تحدث إلا بالطرفين. الطرف الإسرائيلي مفقود. أنا سمعت مبارح وزير إسرائيلي يقول والطرف الفلسطيني مفقود، بمعنى أنه الفلسطينيين مختلفين ببعض وكذا. ولكن الحقيقة هي أنه الذي يمانع في المفاوضات من أجل حل الدولتين هم الإسرائيليون الآن، وهم يصرحون بذلك. أنا أجد أن هذا الإجماع الدولي وإقبال عدد من الدول الأوروبية على الاعتراف بالدولة الفلسطينية وكل هذه المساعي وكل هذه الفظائع التي ارتكبها الإسرائيليون إن كان في غزة وإن كان في الضفة الغربية وإن كان في لبنان، كل ذلك يشعر بأن لأنه لن تحل حالة السلام في الشرق الأوسط لا من طريق استمرار المقاومة ولا من طريق استمرار
الرفض الإسرائيلي والفضاء الإسرائيلي. طيب تسمح لي أن أختلف معك قبل الذهاب إلى موجز، لما حضرتك تتحدث وتقول يعني أختلف معك بلطف، لأنه تعرف قديش نحبك أنا دكتور رضوان. لما تقول بأنه الجامعة العربية، الوحدة العربية، الجانب الأوروبي، الجانب الأمريكي، الكل يضغط، البعض سيقول بأنه هناك فرق شاسع بين النوايا اللي لا يشك فيها أحد وبين ضرورة أن يكون هناك ملف للضغط على إسرائيل، أن يكون هناك شيء تقدمه الدول التي تمتلك هذا الملف لمحاولة عودة كل الأطراف إلى مسار سلام. سنعود بعد هذا الفاصل للحديث على النموذج الأمثل، من بإمكانه وضع المفتاح للبدء بتشكيل شيء أو للضغط على إسرائيل. النوايا موجودة، السعي موجود، التصريحات موجودة، الكل يطمح لحل الدولتين، ولكن السياسة تفرض شيء مقابل شيء، تفرض ملف مقابل ملف للضغط. بعد فاصل قصير مشاهدينا نعود. ساعات حوار نحييكم مشاهدينا. الدكتور رضوان يتحدث إلى حد كان يشاهدك دكتور ولا لا؟ لا. طيب نعود من جديد ساعة حوار نناقش فيها اليوم في الواقع ونطرح فيها سؤال، ما مدى إمكانية طرح موضوع إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية؟ هذا ما جاء في تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالأمس. خلينا ندخل أو نكمل ما تبقى من البرنامج للحديث بطريقة واقعية، بطريقة تقنية صح التعبير، كيف يمكن تحقيق ذلك؟ أنا أعتقد هنالك نقطة مهمة. لننسى العنة الإسرائيلي الآن، ليس لأن هذا العنت ليس مهم أو لأنه ليس مؤثر في تأخير قيام هذه الدولة، هو مهم وهو مؤثر بشكل سلبي، ولكن أول شيء يجب أن يبتدئ منه الإنسان هو توحيد الصف الفلسطيني. هذا الانقسام ما بين الضفة وغزة، ما بين الفصائل والسلطة الفلسطينية، ما بين حماس وفتح، هذا الانقسام الذي طال أمده يجب أن ينتهي. يجب أن تكون هنالك رؤية فلسطينية موحدة تحت مظلة منظمة التحرير التي تمثل الشرعية الفلسطينية. لا ننسى المملكة العربية السعودية اشتغلت كثيرا وتعالت على جراحها في أكثر من مناسبة، واجتمع محمود عباس أبو مازن وخالد مشعل السلطة وحماس في مكة المكرمة، أحضرهم الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله، وأقسموا أمامه على المصالحة على عهد مكة. على عهد مكة. على عهد مكة. ومن ثم للأسف انقلبوا على ذلك العهد. المفتاح الأساس هو أن تكون هنالك رؤية فلسطينية موحدة. ولكن حماس تقول بها لنكن واقعيين. بالضبط. رؤية فلسطينية موحدة لا يمكن غير قابلة للتحقيق. لا يمكن أن تقوم حاليا على الأقل على المشتركات هذه الشخصيات الموجودة. بالفعل لا بوجود بوجود الفريق الموجود في رام الله ولا بوجود الفريق الموجود في غزة. في غزة بقي منه شيء، إذا بقي من غزة شيء، ولا بوجود القيادات خارج كذلك فلسطين. حاليا هذه كلها ترفع الشعارات بدأت كما بدأ الأمر خارج فلسطين، ولا ترفع الشعارات ولا علاقة لها بالواقع. على الشعب هناك مجموعات كبيرة، ولكن لماذا تحمل الشعب الفلسطيني؟ بمعنى أستاذ حسن، لماذا تقول بأنه وضع إسرائيل استثنائي فيمكن أن نلغيه أو نخفف من دوره؟ لا أقول أنه استثنائي، لا قلت أقول بأنه استثنائي. الحكومة لن تستمر. أقول أنا نتنياهو زائل وفلسطين باقية، هنالك واقع جيوسياسي أكبر من نتنياهو. صحيح، ولكن هنا وكأنه تخفيف قليلا. ليس تخفيف. أنا أقول لنصلح بيتنا الداخلي. عندما نصلح بيتنا الداخلي نستطيع أن نتعامل مع الاحتلال ومع قمع الاحتلال ووحشيته ودمويته طيب. بقدرة أكبر. قد يقول البعض بأن هذه مثالية وغير قابلة للتحقيق، والسؤال الحقيقي كيف يمكن البناء بأطراف مبتورة من الجانبين، إسرائيل مبتورة إسرائيل غير وفلسطين مبتورة، إسرائيل غير قابلة وفلسطين غير موحدة. إسرائيل حاليا حالة مرضية،
هذا اليمين الإسرائيلي حالة مرضية. ليس لديه أي مشروع سياسي. الاستيطان مشروع سياسي، هذا مشروع تخريب تخريبي، ومشروع يعني بقاء المنطقة تعاني. الاستيطان أكل كل، خلينا نشوف الخرائط، الاستيطان أكل كل فلسطين، شوف الخرائط. هناك سلطة وطنية فلسطينية غير قابلة للتعاطي مع الواقع. وهناك أنا أقول شخصيات فلسطينية كثيرة من أفضل الناس، هم هؤلاء يجب أن يتولوا مرحلة المستقبل. شوفوا معي الخرائط مثلا، كيف بدأت فلسطين قبل 48 وكيف وإلى أين وصلت. يعني نتحدث عن ما راحوا على كامب ديفيد ورفضوا حتى مبادرات، أي مبادرات السلام بالماضي، لأن كان هناك البعثان السوريان مع العراق والسوري يهددهما، بعد ذلك جاءت إيران تلعب دور البعثين السوري والعراقي. ولكن هذه الخرائط، خرائط العالم ما قبل فترة 48 كانت تحمل اسم فلسطين للدلالة على المنطقة الواقعة غرب نهر الأردن وشرق البحر المتوسط. بريطانيا سلمت زمام الأمور للأمم المتحدة في 47، صدر القرار 181 أو قرار تقسيم فلسطين لثلاثة كيانات، كما نتابع دولة عربية مساحتها 42.3 من فلسطين تاريخية، دولة يهودية مساحتها 57.7 من فلسطين، والقدس وبيت لحم والأراضي المجاورة تحت وصاية دولية. بقي الوضع كذلك حتى 67 هو اللي يعود له العرب على الأقل لتثبيته، للعودة له ولتثبيته، عندما احتلت إسرائيل القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة وسيطرت على 6241 كيلومتر مربع، وهي مساحة هذا المناطق الثلاث كما نتابع من خلال هذه الخريطة. ومنذ احتلال الضفة بدأ الاستيطان الإسرائيلي هناك حتى وصل الوضع إلى ما نراه في هذه الخريطة مشاهدين، مع سيطرة إسرائيل على أكثر من 43% فقط من الضفة، غير اللي أخذته منذ 48 ومنذ 67 ومنذ السنوات اللي فاتت. بهذا الوضع، بهذا التشرذم، بهذه النقاط اللي فضلت من فلسطين، كيف ستقام دولة فلسطينية؟ حتى وأنت حضرت هذه الفترة. أنا حضرت هذه الفترة، وحضرت الفترة اللي قبلها واللي قبلها، ولكن كل ما نخشى حضرتها داخل فلسطين وعشتها. نعم. أخشى أن تزول حتى هذه النقاط الحمراء، يعني نبحث عن نقاط صغيرة على هذه الخارطة في المراحل القادمة. أهم شيء الآن خطوة، يعني قضية إقامة دولة فلسطينية والاتفاق الدولي والدعم العربي والإجماع الفلسطيني ضروري جدا على فكرة. يعني هذا قضية كيف نذهب إلى دول العالم ونطالب بعدالة قضية، ونحن نتحدث عن خلاف لحد الآن ما بين غزة وما بين رام الله، ما بين السلطة وما بين حماس. دكتور، أنا وجهة نظري سيكون البدء من مكان آخر، سيكون البدء من دعوة أمم متحدة والولايات المتحدة والدول الكبرى في مجلس الأمن إلى مؤتمر دولي بعد وقف النار في غزة في جنيفا لإنفاذ القرارات الدولية المتعلقة بفلسطين وبحل الدولتين ومحاولة إحياء اتفاقيات أوسلو. هلأ أنه الإسرائيليون سيكونون غائبين، ففي هناك تحركات كثيرة باتجاه كيف يمكن أنه يحدث هذا المؤتمر الدولي مع غياب المحتل الذي ينكر هذا بحجمها الحقيقي. هذا هو. وأعتقد أن إسرائيل لا تستطيع أن تفعل شيئا في المدى الطويل. في مشكلة أساسية، هي مشكلة ماذا تفعل بالشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني يستحق قيادات أفضل من قياداته الحالية. كان أنا أتحدث ليس عن حماس فقط، ولا عن أين عن السلطة الوطنية. هناك شباب فلسطينيين، هناك أفضل خبراء في المنطقة يعملون في أعظم المؤسسات الدولية، هم فلسطينيون موجودون في كل العالم. هؤلاء قادرون على النهوض بفلسطين ولتقديم وجه آخر لفلسطين، غير جديدة. غير الوجه الذي حاولت حماس تقديمه، هي الفلسطين الموثم الذي يحمل السلاح والذي يريد أن يقتل. هذا هو المستقبل لهؤلاء الناس. كيف سيحصل ذلك؟ يحتاج إلى سنوات كثيرة. أعتقد هذه المرحلة الانتقالية التي أشار لها الأستاذ خير الله في
تبدل الأجيال في القيادات مهمة جدا، لن تمر بشكل سريع ولكنها ضرورية للتحول. إذا حدث هذا التحول معناته نحن أمام تحول سياسي وثقافي لدى شريحة واسعة تستطيع أن تقدم خطاب على الأقل يعطي الأمل. إذا قدمت هذا الخطاب الذي يعطي الأمل ويجيد التفاوض ويجيد بناء عناصر القوة، هنالك غطاء عربي. ولكن هل دول الخليج العربية تسهل ذلك؟ هل الفترة سانحة بذلك؟ هل المرحلة السياسة فعل تراكمي وتدافع التاريخ أمر طبيعي. قيام دولة يحتاج إلى تضحيات، هذه التضحيات لسنا محتاجين الآن لكي ندفعها. قدمت التضحيات صحيح دكتور، وقدمت بشكل كبير كما تفضل الدكتور رضوان. الآن علينا أن نستثمر هذه التضحيات في بناء الدولة وليس في مزيد من الاستنزاف. أنا أعتقد مع الأستاذ خير الله بقضية ضعف الجانب الأمريكي، الإدارة الأمريكية طالما هي ضعيفة، لأن من هي الدولة الكبرى التي تقدر على لم شمل كل هذه الدول بما فيها حتى الاتحاد الأوروبي بما فيها الدول العربية أن يجتمعوا مرة أخرى في جنيف؟ لا يمكن أن يتم هذا الحدث بهذا الزخم وبهذه القوة إذا لم يكن هناك إدارة فاعلة. بقت لي 30 ثانية أنهيها معك حسن. هل تعتقد بأن إسرائيل يهمها أو يعنيها تطبيع مع المملكة العربية السعودية؟ هل تعتقد بأن هذا ملف يهمها؟ السعودية دولة كبيرة ومركزية قائمة ومستقلة بذاتها وليست في حاجة إلى إسرائيل. السعودية دولة تسعى لإقامة السلام، وعندما إسرائيل تمد يدها للسلام وتعطي الفلسطينيين حقوقهم حينها لكل حادث حديث. إسرائيل تحتاج للسعودية؟ السعودية ليست في حاجة إلى إسرائيل. العكس. إسرائيل تحتاج إلى شرعية، والسعودية لن تضفي أي شرعية على إسرائيل طالما تمارس انتهاكها وقتلها. السعودية جائزة الكبرى. جزيل الشكر. السلام عليكم. السعودية جائزة الكبرى. هي جائزة الكبرى.